أثناء الثورة ضد نظام الأسد كنت أشتغل بالمونتاج وتعديل وتحرير الصور. باعتقادي الكاميرا هي أقوى من السلاح. مش أكيد لأنه اللي شايل الكاميرا هو اللي أقوى. التنظيم أول ما بلش بمدينة الرقة كان يوزع إصداراته بسيديات داخل المدينة. كان فيديوهات فاشلة جداً 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 لحد إنه كنا نفكر بموبايلات عم يصوروها. حاول التنظيم هو التنظيم بشكل كامل بيشتغل على الإعلام أكثر من السلاح. فأي فيديو صار ينتجه بعد سيطرت على مدينة الرقة هو فيديو احترافي لجذب المناصرين إنه جنتهم. ولكن يا أحبتي في الله، رغم ذلك كله ما زالت الدولة بحاجة ماسة إلى أولئك الرجال الذين يملكون القدرة الإعلامية في إيصال المعلومات الحقيقية إلى الناس. إصداراتها الضخمة تستخدم تأثيرات هوليودية تنافس الأفلام الكبيرة بميزانيات عالية. أيا كان الفيديو تقريبا الإفكتات هي نفسها أو الاحترافية هي نفس الاحترافية لجذب المناصرين له.